أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، رجعنا من الفواصل مع أولى فقرتنا الصحة أم الجمال؟ وما المخاطر الصحية للسعي وراء الجمال وهوس عمليات التجميل المنتشرة في الآونة الأخيرة؟ وهل الرياضة تحتاج لمدرب مثل الطبيب؟ يدرس حالة المتدرب بالطبيعة للاستفادة القصوى، وبننجذب للجمال لأنه جمال، لكن يجب أن يكون هناك سبب أعمق. هل الجمال هو انعكاس لصحة الجسم؟ هل أنا اللي بحدد الذهاب لدكتور جراح التجميل أو التجميل والليزر أو السمنة؟ هل إحنا بنمل من التمارين الرياضية واللياقة البدنية باستمرار؟ هل أعمالنا وانشغالاتنا وظروف الجائحة اللي مرينا بيها الكورونا دي حاجز، يعني خلت بيننا وبين التمارين دي حاجز ولا لأ؟ ما العلاقة بين الصحة والجمال أساساً؟ وهل هناك قوانين تحدد مع الجمال؟ هو ده إن شاء الله بإذن الله اللي هتكون حلقتنا بتدور حواليه، مع حوار هادف. وحوار هادف بيسعدني ويشرفني النهاردة في الاستوديو أن يكون معي سعادة الدكتور كريم أحمد نور الدين، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، زمالة كلية الجراحين الملكية بإنجلترا والزمالة المصرية في جراحات التجميل والجراحات التكميلية والحروق، عضو كلية الجراحين الملكية بجلاسكو وعضو المجلس الطبي البريطاني والبورد العربي في جراحات التجميل وتنسيق القوام. اهلا وسهلا بك دكتور كريم. اهلا وسهلا بحضرتك، انا سعيد ان انا معاكم النهارده. ونرحب جدا يا فندم. ونرحب ايضا للحديث عن اللياقة البدنية كوتش محمد نصر حسن وشهرته كوتش محمد قلبة، كوتش موثق سيرتيفايد بيرسونال ترينج والمدرب بتايكونز براند بالاسكندريه. اهلا بك كوتش محمد. اهلا وسهلا بك كوتش محمد، ولازم نديك برضو، انا عارف انك انت ليس بطل اللعبه ولا حاصل على بطوله ولكن موثق ومدرب عالي جدا من الطراز الاول للتدريب على التارجت والنفسيه صح؟ بالظبط كده، بيرسونال ترينر. اهلا اهلا وسهلا بيك كوتش محمد علبه في وسهلا. برنامجنا حوار هادف. اهلا وسهلا. يعني هنبدا مع الكوتش علشان انت راجل بقى انا عارف الناس دلوقتي شايفاك اللي عاوز بقى يعمل فورمه زي الجسم بتاعتك يعني كده بالظبط كده صح او كده. فعاوزين بس نعرف الاول عن الكوتش الاول محمد، ازاي طور نفسه وازاي وصل ان هو يشتغل بالطريقه العلميه والشهادات اللي خدها؟ تبدا تعرفنا، اتفضل يا فندم. والله هو الموضوع عندي شغف فيه من وانا صغير، يعني بدات في ان انا ابدا اشتغل على ان جسمي يوصل لاحسن شكل يقدر يوصل له. هي دي كانت البدايه. طبعا في الاول كنت بغلط كتير، في الاول كنتش عارف، واحده واحده قعدت اشتغل على نفسي، حاولت اقرا معلومات، حاولت اجرب طرق واساليب تمرين كتيره. مع الوقت وصلت لخبره كويسه، لشكل كويس. بدات الناس لوحدها تطلبني ان انا ابدا اساعدهم عشان يوصلوا لشكل جسم كويس ويتمرنوا التمرين برده في نفس الوقت يكون متناسب مع اسلوب حياتهم، وكل واحد برده غير طلبه غير التاني. يعني في حد بيبقى جاي يتمرن علشان عايز يوصل يبقى لعيب، في حد بيبقى جاي يتمرن علشان يبقى عنده شويه صحه، في حد بيبقى جاي يتمرن علشان نفسيه عشان الهرمون الاندروفين بيتفرز وانت بتتمرن بيتفرز لوحده، ففي ناس بتبقى جايه علشان كل واحد بقى جاي يعني علشان حاجه معينه. حب يسال الدكتور كريم، مشاهد الان بيشوفنا وبيقول امتى اعمل عمليه تجميل وهل الجمال له قوانين؟ هو ده سؤال مهم جدا، ويمكن ده يعني مربط الفرس دايما في تعاملاتنا مع حالاتنا كلها. احنا دايما بنقول الجمال ده مش قاعده ثابته تقدر انت تحكم بيها ان ده جميل او ده مش جميل. تمام. في قوانين تجميليه بتحكمنا لما بنتعامل مع كل عضو في جسمنا. نقول مثلا الشكل المفروض شكل الراجل يبقى شكله عامل ازاي، شكل الست المفروض يبقى شكلها عامل ازاي، شكل المناخير، شكل العين. دي نسب جماليه المفروض تبقى موجوده، لكن في الاول وفي الاخر الفاصل او القانون اللي لازم كلنا نرجع له هو حاجه واحده، انا شايف نفسي ازاي وايه الديفو اللي انا شايف ان هو لو اتصلح فيا هيكون الموضوع نفسيا بالنسبه لي انا كويس واحسن. تمام. لان بتبقى المشكله الكبيره جدا ان انت بتروح تقول يا دكتور هو انت ايه الديفو اللي شايفه فيا، دي كارثه. لان بكل بساطه انا ممكن ما ابقاش شايف فيك ديفو، ممكن اللي جنبك ما بقاش شايف فيك ديفو. يعني النيد عند الدكتور جراح التجميل، بس هي دي الفكره، مش النيد عند المريض، بس هي دي الفكره. لازم يبقى انا شايف ان فيك ديفو. لما تسالني الديفو في مناخيري مثلا عامل ازاي، فاقدر اقول لك ده ممكن اكوردنج للقياسات الجمال الطبيه اللي المفروض تبقى موجوده لازم يبقى القياس من هنا كذا، لازم يبقى القياس من هنا كذا. بس في النهايه ممكن تبقى مناخيرك بالوضع الحالي حضرتك قابلها،
وده يبقى البيست ليك اصلا. لكن ناس كتير من المشاهد العادي بيقول لك هل في مسطره كده، مسطره في قانون قوانين كده مسطره نقدر نقول ده جميل ده مش جميل ده جميل شويه ده؟ لا خالص خالص خالص، لان دي في الاول وفي الاخر عندنا قاعده بتقول ان السيلف بيرسبشن، يعني استقبال كل واحد مننا للجمال ده حاجه داخليه جدا. في حد مثلا بيجي حاله من الحالات تيجي مثلا تبقى عايزه تعمل عمليه وانت تبقى شايف الدفوم مثلا، هي تعمل عمليه في تجميف مناخيرها مثلا وانت شايف الدفوم مثلا في جفونها، شايف ان عندها منطقه الوسط مش كرييتد كويس، شايف منطقه البطن فيها علو شويه. ممكن تقول له تدايركت هيم، تقول له على فكره ده في دفوم في الحته الفلانيه، فتفوجئ بالرد، ما عادي انا ما عنديش مشكله فيه خلاص دمين. شكرا كيس كلوزد. احنا هي كيس كلوزد، انا ما ينفعش اخده الابعد من كده، لان هي في الاول وفي الاخر احنا هنبقى مرتاحين لشكلنا ازاي، لان ده في النهايه بينعكس انعكاس بطريقه كبيره جدا على قدرتنا الانتاجيه في المجتمع. قدرتنا الانتاجيه دي مش فكره ان انا ابقى بشتغل شغلانه فادي في الشغلانه كويس، لا خالص، هي القدره الانتاجيه على مستوى علاقاتنا الاجتماعيه، على مستوى شغلنا، على مستوى تعاملاتنا مع الناس. دي في النهايه بتديني ثقه، بتنعكس الثقه دي عليا في كل حاجه في جوانب حياتي كلها بالظبط. فيمكن عشان كده بقول لهم يعني سؤال امتى اعمل عمليه تجميل؟ لما تحس ان انت في ديفو، والديفو ده حاسس ان اللي هيصلحه لك هو دكتور جراحه التجميل. طيب نرجع للكوتش بقى ونقول عندك دلوقتي فريق عمل بيتدرب معاك وكده، ايه اللي بيستفيدوه من الكوتش محمد لما بيكون معاه غير لما بيكونش مع بيرسونال ترينر؟ يعني انا بروح الجيم اشترك وافرح وازهق، شغلي مش مظبطني، مش عارف بتحصل حاجه، ونقف عن التمارين الرياضيه تماما واللياقه البدنيه ونبدا عاوز اعمل فورم الجسم. عاوزين الحته دي، المشاهد هنا لما بيشوفنا دلوقتي يقول ازاي حته الاستمراريه دي، ده كلام بيتقال ازاي انت تقول؟ هقول لحضرتك حاجه، في الفتره الاخيره دي اي حد ممكن يمرن على فكره، بس الفكره اللي بيخلي الناس دي تستمر معايا او الناس دي كانوا هم من صغرهم موهوبين اكتر في الرياضه، ان انا بشوف كل حاجه هم محتاجينها علشان تعليهم ايه هي وابدا اشتغل عليها. جميل. حتى لو حاجه هم محتاجينها هم مش اخدين بالهم منها، دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم اكون مستوعب كويس جدا كل واحد جاي المكان ده ليه. يعني كل واحد عنده هدف، في واحد جاي عايز يشتغل بس ساعة صغيرة ويمشي، ما ينفعش اللي جاي عايز يشتغل ساعة صغيرة يبقى برنامج التدريب بتاعه زي اللي جاي عايز يبقى لعيب. فأنا لازم أفهم كل واحد جاي هنا ليه. تمام. فهو ده اللي بيخلق استمرارية، كل فترة يبقى فيه تطوير، كل فترة يبقى فيه تغيير، كل فترة فيه بنلاقي حاجات محتاجين نمشي عليها أكتر، حاجات تتشال حاجات تتحط. فده لو بيتعمل باستمرار يعني اي لعيب او اي حد مرتبط ببيرسونال ترينر او مدرب شخصي هيبقى حابب ان هو يفضل مكمل مع ان هو شايف تطور مش بيقف. دي بتبقى مدرسه المدرب ولا بتبقى مدرسه تايكونز عندكم براند؟ هو طبعا المكان اللي انا فيه كروسفيت تايكونز، يعني من احسن الاماكن اللي في مصر، وفعلا المكان ده ضاف لي كتير، وكل اللي فيه ناس ناجحه، بس كل واحد عنده المدرسه بتاعته. يعني كل حد جوه او كل مدرب جوه او كل بيرسونال ترينر جوه عنده المدرسه بتاعته وعنده الطرق اللي بيشتغل بيها. ده السي في بتاعك اهوت معروض على الشاشه، وبرده في صور هتيجي، يا ريت لو كل صوره. دي الصوره دي فين؟ دي في فرع من فروع تايكونز كنت بتمرن، ودي ما شاء الله. ده شايل كام كيلو ده بقى؟ لا وحسب يعني في السي في بقى، السي في اهوت عشان موجود على الشاشه دلوقتي. قول لنا لما بدات من 2012 واشتغلت على نفسك. طيب واحده واحده. انا الاول وصلت شكل جسم انا مش راضي عنه. تمام. وفتره بطلت رياضه، وبعد كده وصلت ل 113 كيلو. من 113 كيلو دي احنا كنا في 2012 انا فاكر. قعدت سنه اشتغل على نفسي لحد ما وصلت شكل جسم يرضيني. وبدأ بقى من هنا زي ما قلت لك، بدأ من هنا الناس تبدأ تسألني طب احنا عايزين نشتغل كويس، عايزين نشتغل صح، عايزين نوصل لشكل جسم كويس. بدأت بالشكل ده. جميل. الصورة دي فين؟ ده في الفرع الحالي اللي انا فيه في تايكونز. ده الفرع الحالي اللي انا فيه. تمام. نرجع بقى للدكتور كريم. هل الجمال نوقف لك بقى شويه ونرجع للدكتور كريم. هل الجمال هو انعكاس الصحه على الجسم؟ ده سؤال برضو كتير. بص هي الفكره كلها ان احنا يعني
الزياده او الابسيرج او الزيادات في عمليات التجميل انا شايف ان هي انعكاس على سلامه المجتمع كله، مش انعكاس على صحه الفرد ذات نفسه كمان. لان هي الفكره كلها الطب زي ما بيعالج امراض لازم يوصل بينا لافضل فيزيكال ستيت، لافضل شكل احنا محتاجين نوصل له. لان زي ما قلت لك ان ده في النهايه بينعكس على ادائنا بوجه عام في الحياه. الجمال دليل على الصحه، طبعا دليل على الصحه، لان بكل بساطه احنا يمكن انا دايما بقولها لكل حالاتي، احنا ما بنعملش عمليه تجميل سواء شفط دهون او تنسيق قوام او ايا كان العمليه غير لمريض لازم يبقى هو، غير لحاله لازم تبقى هي اوريدي فيت، ما عندوش اي مشكله على الاطلاق، ما عندوش اي مشكله جراحيه، ما عندوش اي مشكله طبيه. فانت داخل تعمل العمليه عشان توصل للبيرفكت ستيت، انا داخل اوصل للافضل شكل، افضل شكل. فهي فهو فعلا هو انعكاس، طبعا انعكاس اكيد. انا مش هيبقى الحاله عندي فيها مشكله صحيه وهنلجا ندور على البرفكشن، البرفكشن ده دايما يجي في النقط دي. بالبرفكشن بقى اللي هتيجي في النقطه دي السياحه العلاجيه في مصر، وانا عارف دكتور كريم من يعني هل انت شايف ان الموضوع بقى له دلوقتي وعي عند طبعا الناس؟ طبعا انا يمكن دي من الحاجات الكتيره جدا اللي انا يعني بحاول استريس عليها وبفكر فيها مستقبلا ان الواحد يتحرك فيها يعني وياخد فيها خطوات فعليه. بكل بساطه هو انا الفكره جات لي من حوالي سنه مؤتمر كنت بحضره من المؤتمرات. جميل. وكان عندنا استشاري جراحات تجميل راجل في ليفربول، عنده مركز في ليفربول لجراحات التجميل ومركز في مانشستر لجراحات التجميل، وحد مصري وكان عايش في انجلترا بقاله 20 سنه يعني. فاكتشفت ان هو بيفتح مركز جديد في القاهره، فكلمته قلت له يا محمد يعني ما يعني بعد المركز في مانشستر ومركز في ليفربول انه نيد يعني ما فيش احتياج ان احنا نعمل حاجه في القاهره يعني. يعني ايه الدافع اللي خلاك تتحرك كده؟ قال لي لا، قال لي لو حسبتها الموضوع مش زي ما انت بتبص له كده خالص. قال لي المريض الانجليزي عنده تكلفه العمليات دي عاليه جدا جدا جدا، اعلى من مصر طبعا بكتير جدا، تكاد تقارب 4 أو 5 اضعاف التكلفه هنا في مصر. قال لي فانا بحاول ابروموت حاجه من فكره السياحه العلاجيه، ان اللي جاي ده مش جاي بس يعمل عمليه تجميل، هو انت جاي تعمل عمليه عند افضل الناس وفي افضل الاماكن وفي افضل المستشفيات، بلس كل ده ان انت جاي فتره نقاهه في بلد تاريخها يمتد لاكثر من 7000 سنه طبعا في عمق ناس. وعاده السائح الاوروبي بالنسبه له مصر دي حاجه يعني اللي هو الاثار بقى وشرم الشيخ يعني احنا اقدم حضاره على مستوى العالم كله. فعلشان كده بالنسبه له يعني انا هعمل عمليتي وحاجه كمان سياحه في مصر وسياحه اثار واطلع واخد نفس البرفكشن اللي ممكن اخده في انجلترا. فقال لي يعني على طول وداوت هيزيتيشن العيال ما بتردش، يلا ليتس دو ات. قال لي هناك في انجلترا احنا ما بنقدرش ناخد الاريحيه دي. ده بقى وسع السكوب شويه، خلينا نفكر بقى في كل الناس. انت يعني شايف ان عندنا مراكز كبرى فعلا جداً تستحق جداً مصر فيها يعني بص يمكن احنا عندنا ديفوهات طبيه مثلا ممكن تكون في الحاجات اللي هي في حاجات زي زراعه القلب او زراعه الكلى، ممكن نكون اقل من مراكز تانية بره، لكن في حته التجميل دي بالذات يمكن احنا مميزين جدا في الموضوع ده. لان احنا بصراحه احنا يعني ككل ستاف الجمعيه المصريه جراحين التجميل بكل ما فيها من جراحين تجميل ما حدش بيتوانى او بيتردد لحظه انه يجيب افضل الاجهزه وافضل المعدات او يوفر افضل التقنيات للمريض بتاعه. علشان كده يمكن ميزه عندنا احنا يعني بصراحه عاملين جاينت ليب يعني قفزه رهيبه جدا في الموضوع ده. نرجع للكوتش محمد قلبه ونرجع لك تاني. ليه بقى كوتش كتير من الشباب بيبقى عندهم يعني ايه اللي بيروح التمارين وما بيقدرش يكمل او اللي ما يقدرش يوصل لمستواه زي ما هو عايز؟ يعني دايما تلاقيهم في حاله ملل. في عوامل كتير يعني تنسيق القوام، يعني احنا عايزين نوصل لتنسيق القوام نربطه ما بين هنا الرياضه عند حضرتك اللياقه البدنيه وتنسيق القوام عند جراحه بالزبط التجميل. بالزبط. عاوزين نربطها بقى الدكتور كريم والكوتش محمد علي. هقول الموضوع اصلا موضوع ان انت تتمرن ده مبني على كذا حاجه. يعني انا عشان اوصل لجسم كويس لازم اكون عارف انا جيناتي كويس عامل ازاي، يبقى جيناتي الوراثه جيناتي عامل ازاي وكده تمام. الماسل ميموري او الفيتنس هيستوري بتاعي، انا ايه اكتر حاجه لعبتها وظبطت فيها اكتر من 3 سنين مثلا وانا صغير، ايه الرياضه ايه الاكتيفيتي اللي انا قعدت اعملها باستمرار قعدت اعملها مده قد ايه. طيب في اكتيفيتي مفيش اكتيفيتي، هو ده الفيتنس هيستوري بتاعك اللي هو التاريخ يعني تاريخ رياضتك او الماسل ميموري بتاعتك بتبقى عامله ازاي، ده مبني عليه التمرين.
تالت حاجة انت لازم تبقى عارف التارجت بتاعك. يعني لازم تبقى جاي انت عارف انا هتمرن ليه، ده عضلة ايه، للياقة بدنية، لا انا ايه الهدف بتاعي، انا في شكل جسم معين عايز اوصل له، عايز اوصل لقوة معينة، عايز ابدأ ادخل بطولات. لو التلاتة دولت جيناتيك وايز ماسل ميموري فيتنس هيستوري التارجت، التلاتة دولت يعني بقوا واضحين قدام اللي بيشتغل او قدام اللي بيديله التمرين او بيديله بروجرام، هيوصل لنتيجة في وقت واقعي، اللي هو لو بيتمرن 5 أيام في الأسبوع من 3-4 شهور نتيجة. نتيجة من 3-4 شهور. 3-4 شهور باستمرارية. التارجت بتاعه ايه؟ باستمرارية. بالتغذية، لازم التغذية برضو تكون ماشية بشكل متناسب مع ستايل التمرين بتاعه. تمام. جميل. لو بيتمرن 3 مرات في الأسبوع ما يستعجلش قوي على النتيجة، لأن يعني في ناس بتتمرن 3 مرات في الأسبوع وتيجي شهرين تقول لك إيه ده، مش ده اللي أنا مستنيه. لا، هو من 3 مرات منطقيا، من 3 مرات في الأسبوع النتيجة هتتأخر شوية، 6 شهور بدل ما تبقى من 3-4 هتبقى من 4-6 شهور. تمام. في ناس كتير بتبقى عايزة تاخدها وان شوت، اللي هو أنا هروح شهر هجيب سبلمنت كتير بقى، أجيب مكملات كتير، لا وآكل مش عارف إيه وأعمل مش عارف إيه، ويبدأ يبيك قوي في وقت روتين بقى والحاجات المخاطر التانية. مش فكرة كده، يبدأ يبيك في يعني يبدأ يخش باندفاع قوي جدا تجاه التمرين وتجاه الأكل، وهو مش عارف هو ده وقته، هو ده صح ولا ده غلط. في ناس الباور ممكن ياخدك، يعني أنت لو الباور خدك في حتة غلط هو هيعطلك وهيدرك. هنفرض انه عنده المشكله دي وعاوز الباور بسرعه، وهيروح للدكتور كريم، جه راحت التجميل حلو، هيقول لك يا عم رياضه ايه وجيم ايه وكابتن محمد يقعد يرفعنا ويعملنا، انا عندي شغل وقاعد على المكتب وقاعد في العربيه. خلينا نختصر، دايما بنيجي للنقطه دي ودايما بنواجه النوع ده من الحالات. ويمكن انا من الجراحين يعني اللي بيرفض المعامله مع النوع ده من الحالات خالص. لان احنا لازم نبقى فاهمين من الاول هو جراح التجميل هيقدر يفيدك بايه، وحياتك هتستمر بعد كده ازاي. تمام. احنا جوه غرفه العمليات بنطلع بنتائج مبهره، ومع اول متابعه بعد اسبوع اسبوعين بنطلع بنتائج مبهره جدا. بس مفيش حاجه في الطب بيرمننت، مفيش حاجه دايمه. لازم نشتغل على نفسنا. يمكن علشان كده حتى يعني في المركز الجديد عندنا كنا ماشيين بفكره اللي هو يا جماعه لازم نعرف ان شفط الدهون وتنسيق القوام ده مش عمليه حضرتك هتخش تعملها في 2 ساعة وتروح القصه انتهت. لا، هتوصل بعد 2 ساعة لنتيجه لحظيا كويسه جدا. جميل. وتقدر شايف تغير رهيب جدا. جميل. بس التغير ده ممكن يختفي في خلال 3-4 شهور لو حضرتك لجعت لنفس السيدنتري لايف ستايل او اسلوب الحياه الكسول اللي بترجع فيه. فيمكن عشان كده حتى احنا يعني كنا يعني عاملين كده بروتوكول تعاون مع كوتش قلبه وكروس فيت تايكونز، ان احنا كل الحالات اللي بنعمل لها تنسيق قوام، مركز ايه مع مركز اليور كلينيك لجراحات التجميل وكروس فيت تايكونز في اسكندريه، ومع كوتش علبه بالذات يعني علشان هو يمكن شويه هو فاهم طبيعه عملياتنا ايه وبيتارجت ايه بالظبط للعيانين بتوعنا، وفاهم كمان السيكولوجي بتاعتهم هم ناس. يعني انت ممكن يجي لك واحد عايز يلعب رياضه بتحوله على جراحه التجميل أو العكس يجي لنا عيان عمل جراحه تجميل وشدنا الجسم ووصلنا لنتيجه لطيفه جدا، عايزين نحافظ بقى على النتيجه دي. فبليز كمل حياتك هنا. انا دايما بقول للناس هي مش عمليه، هي جيرني، هي رحله احنا بناخدها مع بعض لمده لا تقل عن 3-4 شهور. قول لنا الرحله دي يا دكتور باختصار. هي رحله بتبدا دايما من حد جاي بيشتكي من سمنه موضعيه. ماشي. ومهم قوي ان احنا نفرق ما بين سمنه موضعيه وما بين سمنه مفرطه وما بين حد وزنه مثالي. طب احنا هنمشي دلوقتي، هنمشي واحده واحده عشان كويس. المشاهد الان كويس. دلوقتي المشاهد اللي امامنا وزنه من 120 كيلو وهو طالع كويس جدا. ده دلوقتي قاعد في البيت دلوقتي وبيسمعنا يعمل ايه؟ كويس جدا. انا دايما بقول لهم احنا بنقسم الجسم او بنقسم اوزاننا لكاتيجوريز. خلاص. اول كاتيجوري اول تقسيمه اللي هي السمنه المفرطه. السمنة المفرطة هي بتتحسب بطريقة كده اسمها معدل كتلة الجسم، وهي علاقة ما بين وزننا وطولنا. تمام. خلاص. عادة اللي فوق 120-130 ده سمنة مفرطة، وده جراحة التجميل ما بتلعبش فيه أي دور. واللي وزنه 120-130 كيلو أو 140 كيلو ويبقى طوله قصير ويروح لجراح التجميل عشان يلاقي عنده الحل، فأنا يعني أنا آسف جدا، الحل مش عند جراح التجميل. الحل ممكن يكون عند 2 موجودين، يا اما دكتور التغذيه فيعمل لك نظام غذائي، نظام الغذائي ينزل اب تو 20-30 كيلو، او جراح السمنه علشان يعمل سواء التكميم او تحويل المسار او البالونه، اي حاجه من القصص دي. معلش هخطفك برضو واقطعك، الفرق بين جراح السمنه، جراح التجميل اللي هو حضرتك، ودكتور التجميل والليزر. جميل جدا، السؤال ده مهم جدا في جدا دلوقتي. بصراحه بيسمعوا اعلانات،
صح. دكتور تجميل صح. وليزر اخصائي صح. تجميل وليزر صح. ودكتور جراحه تجميل اللي هو البلاستيك سيرجري اللي هو حضرتك دكتور مزبوط. كريم حاليا الان ودكتور جراحه سمنه صح. الناس بتبقى فاهمه الناس واحنا بنواجه بده كتير جدا في حالاتنا ان انا ابص الاقي حالات داخله لي تكشف في العياده هو وزنه 130 كيلو فانا ببقى مستغرب معقوله احنا ما وصلناش يعني احنا او انا يعني انا بتهمنا احنا كدكاتره الوعي يعني. بقى ان احنا ما قدرناش نوصل وعي الناس للموضوع ده تعال نقسم الاول هو دكتور جراحه السمنه ده السمنه هنا هي حاله مرضيه تمام مش حاله تجميليه على الاطلاق فاحنا هنا بنتعامل مع حد عنده مرض يعني انا اسف ان انا اكون صادم في الكلمه هو قاتل هو سم بيجري في جسمنا بس بيجري ببطء شديد جدا لدرجة ان انت ما تبقاش متخيل ان في سم بس هو سم وما بتكتشفش ده غير لما بيكون فات الاوان خلاص وهي دي مشكلة فاحنا هنا ما بنتكلمش على تجميل على الاطلاق احنا بنتكلم على هيئة مرضية حالة مرضية محتاجة تدخل سريع نتكلم بقى في الكاتيجوريز اللي هو من تحت 110 90 80 بيبقى شكلهم كويس جدا ولطيف جدا ما عندهمش مشكلة في الوزن الوزن زيادة شوية بس ده يقدر يتصلح بس مشكلتهم ان هم عندهم ديفوهات في جسمهم واضحة يعني راجل مثلا تلاقي عنده تسدي سيدة مثلا تلاقي عندها جناب تلاقي عندها بطن بس ده مش موصلها للوزن اللي فوق ال 120 ده يروح لجراحة تجميل ده جراحة تجميل لان ده اللي هيقدر يترجته ان انا اقدر اشيل لك الدهون الموضوعية ديت اللي متركزة في اماكن معينة مخليها شكل لبسك حلو ومخليك مش راضي عن نفسك هي دي اللي نقدر احنا نترجتها ونقدر نوصل بالفي شيب دكتور كريم معاه صور ولا حاجه انا قريتها لا الكابتن بس احنا معانا مداخله هاتفيه ايه؟ دلوقتي ناخدها بعد اذنك دكتور كريم بعد اذنك يا كوتش ناخد معانا الاستاذه سهام اهلا وسهلا استاذه سهام انت على هوا مباشره في حوار هادف على اتش بي سي السلام عليكم الاول اهلا وسهلا استاذه سهام طبعا حضرتك انا والده مرتين ايه فندم والده مرتين كبيره فانا كنت عايزه اعرف يعني ليها حل ولا ملهاش عشان غالبا بيقولوا ان اللي والده قيصري بطنها ما بترجعش زي الاول تمام استاذه سهام اهلا وسهلا بيكي انت حضرتك منين استاذه اهلا وسهلا بحضرتك دكتور كريم والكوتش محمد هيردوا على هيجاوبوكي على السؤال شكرا استاذ سهام شكرا دكتور كريم يعني هنرجع تاني لموضوعنا بس الاستاذ سهام دلوقتي موضوع حلو طبعا يعني المشكله اللي بتواجه كتير من الستات بيعاني منها كتير جدا من الستات طبيعي تبقى قبل الولاده وقبل الحمل بيبقى الموضوع عادي جدا ما بيبقاش فيه اي مشكله على الاطلاق وبطنها فلات جدا ولطيفه جدا اول ما بنتعرض بقى لعوامل الحمل وعوامل انتفاخات البطن اللي بتحصل مع الحمل والتمدد اللي بيحصل في الجلد نسبه كبيره منهم بيحصل لهم نسبه ترهل لان هي المشكله ان الكولاجين بتاعنا اللي في الجلد ده استيك بيتمدد تو استيج معينه لمرحله معينه بعد المرحله ديت الاستيك ده بيفرقع هتروح لمين هي هي دي المشكله هتروح لمين الترهل موجود والبطن موجوده فانت حلك الاول والاخير هو جراحه التجميل جراحه التجميل بنفوجئ بقى بحته مهمه جدا محتاجين انا دايما احاول ارفع برضو وعي الناس فيها ان الحاله تبقى رايحه تولد قيصري وتقول له دكتور النساء اعملي شد بطن مع القيصري ده كارثي وده قرار غلط جدا لان احنا لازم قبل اي قرار بناخده بعد القيصريه او ترهلات البطن اللي بتحصل بعد القيصريه لازم نستنى اراوند من 3 ل 6 شهور لحد ما جسمك يرجع لوضعه الطبيعي فهي حلها دايما عند جراح التجميل ان هو بيعمل عمليه هي مشهوره جدا وسط الانجليز باسم تامي تاك او عندنا في مصر اسمها شد البطن الجراحي لو الترهل زياده والجلد عليه ستريتش ماركس كتيره والجلد ما رجعش الحيويه بتاعته ما رجعش تاني بالستريتش ماركس ديت لسه موجوده فيه ده معناه ان الكولاجين اللي في الجلد ما بقاش حي ما يقدرش ينفع يرجع تاني بالتمارين او بغيره يرجع تاني فلازم الحل هنا باستئصال الجزء الزياده ونحت منطقه الوسط اللي هو شغل حضرتك شغل نرجع للكوتش بقى فريق العمل اللي انت معاك دلوقتي وكده وموقف حصل لك قبل كده خلاك فعلا تفخور باللي انت بتعمله دلوقتي ممكن في موقف ايه بالظبط الجودو المدرب الان انت بتدرب انا عرفت دلوقتي انا ده معلومه بقى خدتها سريه كده انك انت بتدرب دلوقتي اللي كان ده حقيقي ده حقيقي انا كان مدربك انا وصل لما من طموح وشغف في فتره كان بدايه دخولي للرياضه ان انا كنت مع ان انا بشتغل انا احسن جسمي كنت بروح اتعلم جودو فكان الكوتش اللي بيعلمني هو كوتش كريم فهو قدام بقى بيجي يتمرن بقى معايا تمام تمام
انت بتقول ايه للفريق اللي بيعمل معاك، او ان دلوقتي حد دلوقتي مشاهد شاف البيرسونال تريرر وعاوز يروح له، بتقول له ايه؟ اللي يجي لك مين؟ حد فاهم هو عايز ايه يعني. هو هيستخدم الخدمه او هيستخدم الرياضه ليه؟ ايه، حد يبقى فاهم يعني. اللي بيبقى جاي يتمرن لازم يبقى فاهم هو هيستخدم الرياضه ليه، هو هيلعب رياضه ليه. انت هتعمله البرنامج بقى على اساس التارجت والنفسيه وشغله يعني وكده. لازم يبقى هو مفهمني هو جاي عايز يتمرن ليه وايه التارجت بتاعه. دي الصوره دي كانت امتى؟ الصوره اللي قبل دي اللي هي دي من فتره في الفرع اللي انا فيه في تايكون. دي الصوره دي من زمان صح ولا لسه؟ دي من سنه ونص كده. عشان واحد يعمل العضلات دي عاوز كام شهر؟ 6 واكس. والله هو الموضوع مش سهل يعني. انا عارف، انا بقى مش مده مربوطه، انت ممكن تبقى فتره مثابره وعزيمه. برضه في مكملات ولا لا؟ بدون صح. هو المكملات مش تهمه عامه، ان المكملات دي حاجه عاديه. طب احنا هنعرف بقى قصه المكملات بس باختصار. تمام، هو الاكل هو الاساس. تمام. المكمل حاجه بتخلي النتيجه اقوى واحسن، بتسرع شويه. بالظبط، فاهمني؟ يعني انت بتدخل بروتين في من الوجبات بتاعتك. البروتين اللي انت بتاخده بعد التمرين ده او بتستخدمه كسناك هو حاجه امتصاصها اسرع شويه، بس مش هي دي الاساس يعني. بتوصل للعضله كام جرام بروتين، امتصاصهم سريع بشكل عملي، بس مش هو ده الاساس يعني. مش معنى كده ان لا، هو الاكل هو الاساس. المكملات هي اسمها حتى مكملات. الناس بقى الاصابات أخذ. دور الاصابات اللي عندهم ظروف وكده وبييجوا لحضرتك سريع. تمام. انا كان معايا او ما زال معايا ثلاث حالات. كل واحد فيهم بيعاني بسبب مشكله معينه في ظهره. في اللي عنده الرابعه والخامسه، في اللي كان عامل عمليه اصلا، في كذا حاله يعني. والله انا ببدا اقوي له العضلات اللي حوالين المنطقه اللي فيها الانجري نفسها اللي فيها الاصابه، وواحده واحده. لما الجزء اللي هو بتاع الكور، هو الكور ده لازم يبقى قوي. لما الجزء بتاع الكور يبدا يقوى ببرنامج تمرين كده معين، ببدا اعلي له ليفل التمرين. بس مش صح ان انا اعلي له ليفل التمرين قبل ما انا اقوي له عضلات الكور. تمام. سؤال الدكتور كريم. هو الدكتور كريم بس يكمل الموضوع اللي هو الجراحه التجميد ده عشان هننهي. نيجي بس في اخر حد يمكن كنا عايزين نتكلم عنه، اللي هو دكتور الجلديه والتجميل. هو دكتور الجلديه والتجميل هو دكتور ليس له علاقه بالقصه دي على الاطلاق. تمام. هو حاجه كده لها علاقه بالليزر، لها علاقه بنضاره البشره، تقشير، التقشير، الحاجات ديت يعني. دي حاجات كلها بعيده عن فكره تنسيق القوام ونحت الجسم وشكل العضلات والقصه ديت. هو بعيد كل البعد عن القصه دي، فده مش الاختيار الامثل. طيب. لاي حد محتاج يتكلم في الموضوع ده. تمام. احنا يعني للاسف وقت حلقت يعني الحلقه عندنا للاسف قارب على خلاص يعني للاسف انتهى. فاعزائنا المشاهدين، عرفنا العلاقه ما بين الجمال والصحه، وعرفنا انت وانت قاعد مكانك عارف فين ممكن عندك المشكله ايه. ممكن دلوقتي تقدر توجه سواء جراحه تجميل، ولا هتروح دكتور التجميل، ولا جراحه السمنه، او انك تروح للياقه البدنيه باستمرار مع مدرب زي ما شفنا الكوتش محمد بيشتغل ازاي بطريقه علميه. انا برحب جدا وبشكر جدا شكر وتقدير ليكم على وجودكم معانا في حوار هادف. بشكر الدكتور كريم احمد نور الدين استشاري جراحات التجميل، وبشكر الكوتش محمد علبه البيرسونال ترينر واللياقه البدنيه. شكرا جزيلا. اين انتم مشاهدينا الكرام في كل مكان؟ دائما نتمنى لكم وافر الصحه والعافيه، وتابعونا في حوار هادف في ان شاء الله باذن الله الساعه 7 من كل جمعه، لنكون معكم في حوارات هادفه جديده. الى الملتقى ان شاء الله.